شي 11 ديال الليل جيت نولد فهاد السبيطار. ما ولدت حتى 3 ونص ديال الصباح. جي ولدوا انا اصلا جايه باش نولد بالفتيح، هما ولدوني عادي وانا فيا السكر. الدري تزاد فيه 3 كيلو ونص و 4 كيلو ونص، هو ولدوني عادي وخاصهم شي ولدوني عادي، انا حيت فيا السكر. غير لي ستاجير هما اللي ولدوني، والطبيبه واقفه عليهم كتقول لهم كيفاش يديروا. ملي ولداتني قطعات لي الحبل، غدا كتجري بي طيحاتو. من بعد قالت لي حكا راه هرسوه من الويتشو باش نخرجوه شويه، قالوا لنا ديروا لي سكانير على راسو، عنده واحد الشق في الراس وايموغاجي في الراس. ماشي هو اللي قالوا لينا عنده الشق وايموغاجي، حنا اللي قرينا السكانير، عطينا الطبيب قراه لينا وقال لينا راه عنده ايموغاجي. وملي قلنا لهم منين جاتو ايموغاجي، قال لك مع الولاده وهذه دازت صعيبه، وهي طيحاتو وكتقول لي الولاده دازت صعيبه. انا كنطلب من المسؤولين وكنطلب من الجمعيات ومن وزير الصحه ومن متقيش ولدي، كنطلب منهم يوقفوا معايا. انا تعداو عليا، انا داروني خيطوني داروني بحال شي مضربه، انا كاع ستاجير تعلموا فيا، كاع ستاجير اللي جا كيقلبني. انا 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 كنطلب من جلاله الملك يوقف معايا. واخا انت سامي طيحات، انا سمعتها مني طيحات وغادا كتجري بيه وطاح ليا، انا سمعتها مني طيحات وقالت لي ما تقوليش طيحوه، انت اصلا جيتي الراس خارج. وانا جيت الراس خارج من 11 الليل حتى 3 الصباح، هذا ولات ما يمكنش هذا، ما يمكنش. ملي دويت مع المدير قال لي انا نتكلف ليه بالدواء وانا نعوضك. هذا المدير باش بغى يعوضني، بغى يعطيني شي ولد من ولادو باش بغى يعوضني هذا المدير. انا كنطلب من الجمعيات ومن وزاره الصحه ومن المحامين ومن الجمعيات يوقفوا معايا. انا بغيت ولد، حق ولدي بغيته ما يضيعش. انا ضعت في ولدي وانا حق ولدي بغيته ما يضيعش. انا ولدي من اليوم الصباح قالوا لي مات.